مرحبا، تخيل معي الموقف التالي. بينما تحضر إحدى المناسبات أو أي حدث اجتماعي عموما، قد تعتصر ذهنك محاولا العثور على موضوع مشوق لكن دون جدوى، ويخيم صمت ثقيل على المكان وتشعر بالحرج. حسنا، إليك الحل. يمكنك أن تثير إعجاب الحضور بذكر هذه المعلومات المدهشة التي لا يعرفها أغلب الناس. 1. تنزعج الأبقار إذا أبعدت عن أصدقائها المقربين. أجل، هذا صحيح. هذه الحيوانات لديها روابط اجتماعية قوية وعلاقات صداقة متينة، لدرجة أن إبعاد الأبقار عن أصدقائها المقربين يجعلها تعاني أعراضا جسمانية ترتبط بالتوتر والاكتئاب. 2. ثعلب الماء لديه أكثف فراء بين جميع الثدييات في هذا الكوكب. قد يصعب تخيل ذلك، لكن فراء هذه الحيوانات يضم أكثر من 1,000,000 شعرة لكل بوصة مربعة من أجسادها. وعلاوة على ذلك، يتكون هذا الفراء من طبقتين، طبقة داخلية قصيرة وطبقة واقية شعيراتها أطول، وهكذا تعمل هاتان الطبقتان على احتجاز الهواء بينهما ومنع الماء من الوصول إلى جلد ثعالب البحر. 3. هناك سحابة ضخمة من الكحول توجد بعيداً في الفضاء. سحابة القوس B2 هي سحابة ضخمة من جزيئات الغبار والغاز تبعد حوالي 390 سنة ضوئية عن مركز مجرتنا درب التبانة، وكتلة هذه السحابة تفوق كتلة الشمس بأكثر من 3,000,000,000 مرة. لكن لعل ما يميز سحابة القوس B2 هو احتوائها على مجموعة متنوعة من جزيئات المركبات الكحولية مثل الميثانول والإيثانول وكحول الفينيل. 4. الموت الأحياء ظاهرة حقيقية. أجل، الزومبي موجودون بالفعل، لكنهم لا يشبهون تلك الكائنات المخيفة التي نشاهدها في أفلام الرعب. هناك نوع من الدبابير يعيش في كوستاريكا يهاجم العناكب ويتحكم في عقولها، محولا إياها إلى كائنات زومبي حرفيا. ذلك ما يحدث عندما يحقن الدبور ضحيته بمزيج من السموم والمواد الكيميائية التي تجعل العنكبوت كائنا مسلوب الإرادة يصلح كعائل مضيف ليرقات الدبور. يا له من مصير مرعب. 5. حيوانات الرنة في المناطق القطبية تستطيع أن تغير لون عيونها من الذهبي في فصل الصيف إلى الأزرق في فصل الشتاء، وهذا التغيير يؤثر في حساسية شبكية العين بما يمنحها رؤية أفضل في الإضاءة الضعيفة خلال فصل الشتاء، وبالتالي يمكنها العثور على الغذاء وملاحظة الحيوانات المفترسة بسهولة. حسناً، إنها ميزة رائعة بالفعل، ليتني أستطيع أن أفعل ذلك. 6. يشتهر جبل إيفرست بأنه أعلى جبل في العالم، لكنه ليس أعلى جبل في المجموعة الشمسية. جبل أوليمبس مونس على كوكب المريخ أكبر بكثير من أي جبل في كواكب المجموعة الشمسية بأسرها. هذا الجبل عبارة عن بركان درعي عملاق يبلغ ارتفاعه حوالي 26 كيلومتر، بينما يصل قطره إلى 600 كيلومتر، أي أن جبل المريخ أطول من جبل إيفرست بثلاث مرات. 7. لا توجد أي أوعية دموية في قرنية العين. بخلاف باقي أنسجة الجسم، لا تحصل خلايا القرنية على احتياجاتها عبر الدم، لأنها تخلو تماماً من الأوعية الدموية، فهي تحصل على الأكسجين من الهواء مباشرة، وتتم تغذيتها بواسطة سائل خاص بالإضافة إلى الدموع. هل يجب أن أبكي أكثر؟ 8. هل ترتدي النظارات الشمسية لحماية عينيك من أشعة الشمس؟ حسناً، هذا رائع، لكن بما كان القضاة الصينيون يحرصون قديماً على ارتدائها، في القرن 12 كان القضاة الصينيون يرتدون نظارات ذات عدسات داكنة لإخفاء مشاعرهم خلال الإجراءات القضائية. يجب أن تظل وجوههم جامدة كوجه البوكر. 9. هل تعلم أن أكبر ماسة لا توجد على كوكب الأرض؟ وإنما تحلق في الفضاء حالياً على بعد 50 سنة ضوئية من الأرض على كوكب الكونتور، وهذه الماسة في الواقع نجم قزم أبيض يسمى بيب هي أم 37093،
كما أطلق عليه اسم لوسي تيمنا بأغنية فريق البيتلز The Beatles لوسي في السماء مع الماس Lucy in the sky with diamonds. هذه الماسة الضخمة تتضاءل إلى جوارها أكبر الماسات الموجودة على الأرض، إذ يقدر وزنها باثنان مليون مليار تريليون كيلوغرام، بينما يصل قطرها إلى 4023 كيلومتر، أي أقل من ثلث حجم كوكبنا. إنها صخرة كبيرة لامعة. 10. حيوانات اللوريس البطيئة تبدو لطيفة حقاً. لا عجب أنها صارت مشهورة على شبكة الإنترنت، وعلى الرغم من انتشار الاعتقاد الخاطئ بأنها تصلح للاقتناء كحيوانات أليفة، إلا أنك قد لا تنجو من عضتها. في الواقع تعد حيوانات اللوريس البطيئة الرئيسيات السامة الوحيدة على هذا الكوكب، وتسبب عضة هذا الحيوان ألماً فظيعاً، بل وقد تؤدي أيضاً إلى حدوث رد فعل تحسسي شديد لبعض الأشخاص. 11. بطنك أيضاً يحمر لونه عندما تتورد وجنتاك خجلاً في المواقف المحرجة. يطلق جسمك هرمون الأدرينالين استعداداً لمواجهة المواقف العصيبة والخطيرة. يعمل هذا الهرمون على توسيع الأوعية الدموية بجسمك لزيادة تدفق الدم، ما يساعدك على الفرار بأقصى سرعة في حالات الخطر. ولهذا السبب تحتقن الأوردة في جميع أجزاء الجسم، لا سيما في منطقتي الوجه والبطن، إذ تمتلئ بكمية أكبر من الدماء وتبدو حمراء. 12. أحذية الكعب العالي كانت مصممة في الأصل للرجال، وقد بدأت النساء في انتعالها منذ وقت ليس ببعيد. ظهرت أحذية الكعب العالي للمرة الأولى في بلاد فارس، ووصلت إلى أوروبا في نهاية القرن 16. كان الناس آنذاك يعتقدون أن أحذية الكعب العالي شيء ذكوري جداً، فهي وسيلة رائعة حقاً تجعل أي رجل يرتديها يبدو أطول من الآخرين. 13. كوكب الزهرة يستحق لقب أكسل كواكب المجموعة الشمسية. أجل، فهو يدور حول نفسه ببطء شديد لدرجة أن الكوكب يتم دورته في مداره حول الشمس قبل أن ينهي دورة كاملة حول نفسه، ولهذا السبب فإن اليوم أطول من العام على كوكب الزهرة. 14. من أكثر الأماكن المرعبة على كوكبنا هو بحيرة النطرون في إفريقيا. تحتوي مياهها على كميات كبيرة من بيكربونات الصوديوم، لدرجة أن جثث الحيوانات التي تموت داخل البحيرة أو حولها تتحول إلى مومياوات مكلسة. وعلاوة على ذلك، تبدو مياه البحيرة حمراء بسبب تركيبها الكيميائي، وهكذا أطلق عليها لقب بحيرة التحنيط. 15. اكتشف العلماء مؤخراً ديداناً يمكنها القفز، وأطلقوا عليها الديدان القافزة الآسيوية، وتعيش في منطقة الغرب الأوسط بالولايات المتحدة. على الرغم من أن الموطن الأصلي لهذه الديدان هو شرق آسيا، إلا أنها اكتشفت في ولاية ويسكونسن في عام 2013، وهي تمثل تهديداً خطيراً للمزارعين، إذ يمكنها أن تحول حقولاً مزهرة إلى أرض جرداء في وقت قصير للغاية، كما تمتلك هذه الديدان القدرة على فصل ذيولها. 16. من أكثر الأماكن رعباً للتنزه في الطبيعة هو جبل هواشان. انظر فحسب إلى هذا المسار الخطر فوق الهاوية، وستدرك على الفور لماذا يسمى اجتياز هذا المسار بأخطر نزهة في العالم، والمشي على الألواح، إذ يتكون الممر من ألواح خشبية معلقة على جانب الجرف على ارتفاع يقارب 610 أمتار. قد تتساءل عن السبب المهم للغاية الذي يدفع الأشخاص للمخاطرة بحياتهم لاجتياز مسار كهذا. في الواقع ليس هناك سوى مقهى لاحتساء الشاي على الطرف الآخر، لكن ما يدفع الناس لاجتياز هذا المسار هو حب الإثارة وتحدي الخطر فحسب. 17. من منا لا يتذكر تلك الحركة الشهيرة للفنان مايكل جاكسون، الميلان للأمام بكامل الجسم؟ بخلاف ما يعتقده الكثيرون، لا يعتمد أداء هذه الحركة على أي ساحر. الحقيقة هي أن ملك البوب قد ابتكر حذاء خاصا بكعب مشقوق يتداخل مع مسامير خاصة تبرز من خشبة المسرح لتثبيت الراقصين في أماكنهم، ومع ذلك لا تعتقد أنه من السهل أداء تلك الحركة،
فيجب أن يتمتع مؤديها بلياقة بدنية مرتفعة ليحافظ على ثبات جسمه في هذا الوضع. وكانت الحركة نفسها تتطلب جهدا كبيرا. ومن المثير أن مايكل جاكسون قد سجل براءة اختراع لهذا الحذاء بمشاركة شخصين آخرين عام 1993، 18. الإنسان ليس الكائن الوحيد الذي يستطيع الضحك، فالجرذان أيضا يمكنها الضحك، على الرغم من أن الباحثين ليسوا متأكدين من وجود حس دعابة لدى هذه الحيوانات. فمن المسلم به أن الجرذان تصدر أصواتا تشبه الضحك عندما يتم دغدغتها. 19. إن كنت تخاف من قناديل البحر فلا تذهب أبدا لبحيرة قناديل البحر في جزيرة إيل مالك في أرخبيل بالاو، وهي تتصل بالمحيط بواسطة أنفاق تخترق الحيد المرجاني المكون من الحجر الجيري، وتمر عبرها العديد من الكائنات القادمة من المياه الضحلة القريبة لتصل إلى البحيرة. لكن أشهر الكائنات البحرية هو قنديل البحر الذهبي، ومع الأسف في عام 2012 كانت البحيرة مغلقة أمام الزوار نظرا للتراجع الحاد في أعداد قنديل البحر بها، لكن يبدو أن أعداده قد زادت مجددا، وحاليا أصبح بإمكانك الغوص هناك والاستمتاع برؤية تجمعات قناديل البحر. 20. هل سبق أن شاهدت بحيرة منقطة؟ إنها توجد في كولومبيا البريطانية بكندا، وهذا المشهد العجيب يرجع إلى تبخر مياه البحيرة في فصل الصيف لتتحول إلى مجموعة من البرك الملحية الصغيرة مختلفة الألوان. 21. الأخطبوط المقلد هو أكثر الكائنات مرونة وقابلية للتكيف على هذا الكوكب، إذ يمكنه أن يغير لونه، وهذه القدرة توجد بالفعل لدى كائنات بحرية عديدة. لكن ما يميز هذا الأخطبوط أن بإمكانه أيضا تغيير شكله وسلوكه وملمسه لدرجة تمكنه من تقليد 15 كائن بحري مختلف بدقة مدهشة. واو. والآن ما هي المعلومة التي أثارت دهشتك أكثر من غيرها؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه. تذكر أن تضغط على أعجبني هذا الفيديو وشاركه مع أصدقائك، واضغط على زر اشتراك لتظل دائما على الجانب المشرق من الحياة.